أهلا بكم مع حلقة جديدة من الشرق سينما. سأتناول خلالها أداء بعض الممثلات والنجمات التي شاركنا في أفلام عرضت في مهرجاني فينيسيا وتورونتو خلال الأسابيع الماضية. قد يتبادر إلى الذهن في الحال بأنني سأتحدث عن أنجلينا جولي التي أدت دور السوبرانو الأمريكية يونانية الأصول ماريا كالاس في فيلم ماريا من إخراج التشيلي بابلو لاراين. Under control. It is under control. It's under my control. And doctors hate that. أو أنني سأتحدث عن الثنائي جوليان مور وتيلدا سوينتن في فيلم الغرفة المجاورة للإسباني بيدرو المودوفر الذي فاز بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم. كلا، لن أفعل هذا في هذه الحلقة، ربما أعود إلى هذه الأداءات في حلقات مقبلة. وكما لن أتحدث عن أداء نيكول كيدمان في فيلم بيبي جيرل للمخرجة الهولندية هالينا ريجن التي منحت جائزة كأس فولبي لأفضل ممثلة عن هذا الدور، لكني أعتقد بأن هذه الجائزة لم تكن مستحقة، إذ أن هناك أداءات أخرى أفضل من ما قدمته هي. على الرغم من أنني معجب ببعض من أداءات نيكول كيدمان كفيلم مولان روج لباز لورمان في عام 2001، وإلى فيلم The Hours لستيفان دالدري في عام 2002، ودوغفيل للارس فون تريير في عام 2003، وأفلام أخرى. نيكول كيدمان لم تتمكن من الوصول أو الارتقاء إلى مستوى هذه الأداءات وأداءات أخرى لها في أفلام أخرى، لهذا أعتقد بأن الجائزة لم تمنح بشكل مستحق إليها. أود الإشارة في هذه الحلقة إلى أداء ممثلتين فرناندا توريس في فيلم ما أزال باقية هنا في مكاني للمخرج البرازيلي فالتر ساليس. فرناندا توريس أدت في هذا الفيلم دور يونيسيب بايفا، وهي أم لخمسة أولاد وزوجة لبرلماني سابق يعتقل في ظروف غامضة وتختفي آثاره دون أن يعود إلى مرة أخرى إلى عائلته. أما الممثلة الثانية التي أريد الإشارة إليها في هذه الحلقة من البرنامج فهي النجمة الإسبانية الرائعة أنخيلا مولينا. في هذا الفيلم، وهو فيلم سيغدون ترابا للمخرج الشاب كارلوس ماركيز مارسيت، وعرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، تقدم لنا أنخيلا مولينا شخصية رائعة جديدة متنوعة ومختلفة تماما عن أداءاتها السابقة، رغم أن هناك بعض الشذرات من الشخصيات الأخرى التي أدتها في أفلامها السابقة. هنا نتواجه مع شخصية اسمها كلاوديا، وكلاوديا فنانة أصيبت بمرض خطير يقودها إلى الموت المحتم، ولهذا تقرر أن تتخذ قرارها بإنهاء حياتها قبل أن يتمكن المرض من تجريدها من تلك الطاقة التي تقرر بسببها. هنا عندما أتحدث عن فرناندا توريس التي أدت في هذا الفيلم دور يونيسيب بايفا، وهي أم لخمسة أولاد وزوجة لبرلماني سابق يعتقل في ظروف غامضة وتختفي آثاره دون أن يعود إلى مرة أخرى إلى عائلته. Todo mundo lá fora.
Vera não sabe o que está acontecendo. Essa carta! Você está mentindo pra gente! فرناندا توريس تمكنت من خلال أدائها الكثيف والحاضر والمتنوع والمتعدد والمتناقض في نفس الوقت من خلق صورة لحوالي 60 سنة. تمكنت من خلال تقادم عمرها خلال السنوات التي مرت على هذه العائلة أن ترسم صورة للمجتمع البرازيلي لحوالي 6 عقود. فرناندا توريس بالتأكيد كانت تستحق جائزة أفضل ممثلة، وسيكون حضور أنخيلا مولينا على الشاشة حضورا هاما يثير الكثير من النقاش، لكن يثير الكثير من الإعجاب بها. لذا فالتصفيق، كل التصفيق لهاتين القامتين التمثيليتين، رغم أن فرناندا توريس لم تحصل على جائزة كأس فولبي لأفضل ممثلة. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? É, o editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam.